اهلا بيكم طلبه وطالبات الصف الثالث الاعدادي. النهارده باذن الله مع ايديو بيرس هنعمل مراجعه عامه شامله كده على منهج التاريخ. معاكم ميس اماني كمال، ويلا نبدا مع بعض. اول حاجه كنا اتكلمنا عنها في الوحده الثالثه الدرس الاول، كنا اتكلمنا على ثوره كبيره جدا قامت، اللي هي ثوره 23 يوليو عام 1952. واول حاجه هنبداها في الدرس ده بايه هي اهميه ثوره 23 يوليو. أهمية ثورة 23 يوليو هنقول إن اختلفت الكتابات حول أهميتها، ففي جزء من المؤرخين شاف إن هي أثرت على الحركات التحررية اللي قامت في المنطقة العربية بشكل خاص وفي العالم بشكل عام. كمان كانوا شايفين إن قيادات الثورة دي كان ليها دور كبير جدا في تأسيس حركات دولية استمرت حتى الآن، زي حركة عدم الانحياز والانحياز الإيجابي. أما الجزء الآخر من المؤرخين كان شايف إن ثورة 23 يوليو دي ما بدأتش لما جمال عبد الناصر أسس تنظيم الضباط الأحرار، أو لما قيادات الثورة سيطروا على مقرات الجيش والإذاعة المصرية، وإنما ده كان نتيجة نضال وثورة من شعب كان رافض الفساد والاحتلال وسوء الحكم. طيب الجزئية دي فيها سؤال، ما المقصود بحركة عدم الانحياز؟ حركة عدم الانحياز هي عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية. بعد كده نتنقل للسؤال الثاني، هو عوامل قيام ثورة 23 يوليو. هنتكلم على العوامل ونشرحها بالتفصيل. كان في مجموعة من العوامل، أول عامل هو استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية. برغم إن تم إصدار معاهدة عام 1936، إلا إن المعاهدة دي لم تؤدي إلى استقلال مصر الحقيقي، وده ظهر بوضوح جدا لما قوات الاحتلال حصرت قصر عابدين في فبراير عام 1942، وأجبرت الملك فاروق على إنه يعين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. طب ده أول سبب. تاني سبب هو هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948. وطبعا إحنا كنا عارفين إن الجيش المصري كان في مقدمة الجيوش العربية اللي شاركت في هذه الحرب. رقم ثلاثة هو فساد النظام الملكي، وده عنده او ليه مظاهر كتيره جدا. هنقول الاستبداد بالحكم، انتشار الرشاوي، وده حصل في صفقه الاسلحه الفاسده. طيب رقم اربعه عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه، ذات الصراع بين الاحزاب السياسيه من اجل الوصول للحكم قبل ثوره 23 يوليو. طب ليه؟ ده سؤال بما تفسر. تاني ممكن هنقول الاجابه بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني، فساد النظام الملكي، وفساد الأحزاب السياسية. رقم خمسة تدهور الأحوال الاقتصادية لمصر. إيه الأسباب في تدهور الأحوال الاقتصادية لمصر؟ هنقول إن توقيع معاهدة عام 1936 كان ليها دور كبير جدا 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 في سوء الأحوال الاقتصادية، لأن مصر أصبحت ميدانا للحرب العالمية الثانية، فكانوا بيستنزفوا كل مواردها بريطانيا، وعشان تحقق كل احتياجاتها أو تسد احتياجاتها. وبعد كده هنتكلم على ان الشعب المصري عانى من استغلال موارده وسرقه بريطانيا ليه. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها هي سوء الاحوال الاجتماعيه. نتيجه للصراعات السياسيه بين الاحزاب وتدهور الاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه وظهور ونتج عن ظاهره الاقطاع، ان جزء من الناس تبقى مسيطره على نسبه كبيره جدا من الاراضي وتبقى مستبده على الناس اللي شغاله تحتيها، وسوء توزيع الأراضي الزراعية، وانتشار الفقر والجهل والفساد، كل الحاجات دي كانت سبب في سوء الأحوال الاقتصادية. طب بعد ما اتكلمنا على عوامل قيام ثورة 23 يوليو، يلا بقى نتنقل لعنصر تاني وهو أحداث الثورة. أول حاجة هنتكلم على الإعلان بالثورة. قام تنظيم الضباط الأحرار في سرية تامة وخططوا إن هم هيقوموا الثورة دي بعد ما نظموا صفوفهم، والكلام ده كان في يوم 23 يوليو في الصباح الباكر. تحرك الضباط وسيطروا على المواقع الهامة في القاهرة والإسكندرية. طيب ده بالنسبة للإعلان. تعالوا نتكلم على بيان الثورة. بدأ سيطرة قوات الثورة على القاهرة في صباح 23 يوليو، وأذاع أنور السادات بيان باسم اللواء محمد نجيب إن هو تم السيطرة على قطاعات الجيش المصري. ثالث حاجة مطالب الثورة هو إن الملك فاروق يتنازل عن العرش إلى ابنه أحمد فؤاد الثاني. وهنتكلم ان الملك فاروق وافق على مطالبهم لانه ادرك ان الجيش والشعب مش عايزينه وبيكرهوا حكمه، وتاني حاجه بدا يحس عن او يتاكد ان بريطانيا بدات ان هي تتخلى عنه. اهداف الثوره، الناس دي كانت عايزه ايه؟
أول حاجة كانت عايزة 3 قضاء و3 إقامة، القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. طب عايزين إيه مكانهم؟ إقامة جيش وطني، عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. طيب إنجازات الثورة بقى، الثورة دي لما قامت وخلصت كان ليها مجموعة من الإنجازات. لو جينا نتكلم في المجال السياسي، تم إلغاء دستور عام 1923، الكلام ده في ديسمبر عام 1952. رقم 2، حل الأحزاب السياسية، ده في يناير عام 1953. إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتعيين اللواء محمد نجيب أول رئيسا لمصر، الكلام ده كان يونيو عام 1953. توقيع اتفاقية الجلاء، وفيها قررت إن الإنجليز هيهاجروا أو خلاص هيمشوا من مصر بعد 20 شهر من توقيع هذه الاتفاقية، الكلام ده كان في أكتوبر عام 1954. أما بقى في يونيو عام 1956 جلاء الإنجليز تماما عن مصر بعد احتلال دام 74 سنة، وأصبح يوم 28 يونيو هو عيد الجلاء. آخر حاجة يونيو عام 1956 تم تأميم قناة السويس البحرية وأصبحت شركة مصرية بإدارة مصرية. أما بقى بالنسبة للإنجازات في المجال الاقتصادي، هنلاقي إن حصل تطور جدا في الزراعة، اهتمينا بتوسيع واستصلاح الأراضي الزراعية، و زيادة رقعة الأراضي الزراعية، إنشاء السد العالي، وتم إنجازه عام 1971. وطبعا السد العالي ده كان من أهم المشروعات الهندسية اللي تم بنائها، وكان الهدف منه حماية مصر من الفيضان وتوليد المياه وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. أما بالنسبة للصناعة برضو اهتمينا بيها، ومظاهر الاهتمام ده ظهر، بنينا العديد من المصانع زي مصنع الحديد والصلب في حلوان والأسمدة في أسوان. كمان اهتمينا بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني، كمان بدأنا نهتم بالبحث والتنقيب عن البترول، وان احنا نبني وننشئ العديد من معامل التكرير. بالنسبة للتجارة برضو حصل فيها نهوض كبير جدا، فاهتمينا بان احنا نفتح اسواق جديدة في الخارج عشان نسوق للمنتجات المصرية. كمان اهتمينا بان احنا نمصر البنوك، يعني نخليها مصرية تحت إدارة مصرية، وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي على المجال الاجتماعي. قضينا على الاقطاع، دي كانت اكبر مشكله بتواجه الاحوال الاقتصاديه لما اصدرنا قانون الاصلاح الزراعي الاول في سبتمبر عام 1952، وبعد كده اصدرنا قوانين اخرى حددت الملكيه الزراعيه ب 50 فدان، وده زاد لتملك الفلاحين للاراضي الزراعيه. رقم 2، اقامه عداله اجتماعيه، ودي ظهرت في العديد من الحاجات، زي اول حاجه مجانيه التعليم بجميع مراحله قبل الجامعي والجامعي، كمان إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية، تحديد ساعات العمل، اشتراك العمال في المجالس، إدارة الشركات والمصانع وتحديد نسبة ليهم من الأرباح، إصدار قوانين التأمينات والمعاشات للموظفين والعمال، وأخيرا ما ننساش المرأة، إنه منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة اللي هو مجلس النواب حاليا، الكلام ده كان سنة عام 1956. أما بقى في المجال العربي، إن الثورة دي ساندت الشعوب العربية والإفريقية في إن هي كمان تاخد استقلالها. الدليل على كده إن مصر سندت السودان والجزائر وتونس والمغرب، وساهمت كمان في استقلال الكويت والعراق واليمن وكينيا. وتحقيق أول تجربة عربية للوحدة العربية بين مصر وسوريا في فبراير عام 1958. أخيراً تأييد ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة اللي عاصمتها القدس. بقى نتكلم بقى على المجال الدولي، هنقول ان الثوره دي كان ليها دور كبير جدا في المساهمه في تشكيل حركه عدم الانحياز، وظهور دور مصر الرائد مع الهند ويوغوسلافيا، وده ظهر في مؤتمر باندونج باندونيسيا عام 1955، كسر احتكار السلاح العالمي لما عقدنا صفقه الاسلحه الشرقيه. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي على تاني درس، اللي هو مصر والقضيه الفلسطينيه. لو جينا نبدأ بأول حاجة، إيه هي أهمية فلسطين لكل عربي؟ ده سؤال بما تفسر مهم. هنقول إن فلسطين دي ولد فيها السيد المسيح عيسى، وأسرى إليها الرسول الكريم، ويوجد بيها المسجد الأقصى اللي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين. موقعها الجغرافي المتميز جعلها مطمعا للغزاة. عاش في فلسطين عدد قليل جدا من اليهود حتى قامت الحرب العالمية الأولى فتركوها، طبعا بجانب السكان الاساسيين اللي هم المسلمين والمسيحيين. طيب تعالوا نتكلم على ايه مشكله فلسطين. ظهرت مشكله فلسطين لما ادركت بريطانيا اهميتها، فاصدرت وعد اسمه وعد بلفور عام 1917،
وده بنسميه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. هو ان بريطانيا تعهدت ان هي هتبذل مجهود كبير جدا لانشاء مشروع او لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. طيب نبتدي نقول ان كمان بريطانيا اعلنت الانتداب البريطاني على فلسطين سنة 1920 لغاية عام 1948 في مؤتمر سان ريمو اللي تم انعقاده سنة 1920، ودي مدينة في ايطاليا. اتفقت او اعطت او قررت بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، ونتيجة المؤتمر ده بدأ السماح لليهود بالهجرة الى فلسطين بأعداد كبيرة جدا، وسمح لهم بانتقال ملكية الاراضي من ليهم مقابل ان هم يشتروها من الفلسطينيين. طيب بعد كده هنتكلم ان الشعب الفلسطيني قام بالعديد من الحركات الوطنية بيرفض طبعا اللي بتعمله بريطانيا. ده كان من سنة 1920 لغاية 1939، وكان اخطرهم انتفاضة قامت سنة 1929 وثورة عام 1936 بقيادة اللجنة العربية. فهنا بريطانيا اقترحت فكرة تقسيم فلسطين علشان نحل القضية الفلسطينية، وعرضت الفكرة دي على هيئة الأمم المتحدة سنة 1947، ووافقت على التقسيم إن هي هتقسمها جزء منها دولة عربية وجزء منها دولة يهودية وجزء منها منطقة دولية اللي هي القدس. بالمنطق كده أكيد إيه رد فعل بريطانيا والعرب واليهود من القرار ده؟ هنقول إن رد فعل اليهود أكيد طبعا جات لهم على الطبطاب، رحب اليهود بقرار التقسيم، وقامت العصابات اليهودية والصهيونية المسلحة بطرد العرب من ديارهم وارتكاب مذابح وحشية جدا زي مذبحة دير ياسين. أما بالنسبة لبريطانيا فتخيلوا إن هي صاحبة القرار وامتنعت عن التصويت وأعلنت إن هي تنسحب من فلسطين يوم 14 مايو عام 1948، وهنعرف إيه اللي حصل بعدها بيوم. أما بقى رد فعل الدول العربية منطقي جدا إن هي هترفض التقسيم ده نهائي. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ تعالوا نكمل. إيه اللي حصل بعد كده؟ إني بعد ما بريطانيا أعلنت انسحابها بعديها بيوم على طول سنة يوم 15 يوليو 15 مايو عام 1948 قامت دولة إسرائيل. وقامت دولة إسرائيل بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية، أولى الدول اللي اعترفت بيها، وكمان الاتحاد السوفيتي. طب هنا نتكلم بقى على الحروب العربية الإسرائيلية. من هنا بقى يبدأ العداء العربي الإسرائيلي، ونتكلم على أول الحروب وهي حرب فلسطين عام 1948. ودي كانت بين الجيوش العربية وجيش إسرائيل اللي بتساعده وبتمده الولايات المتحدة الأمريكية. أسبابه هي إعلان اليهود قيام دولة إسرائيل 15 مايو عام 1948. طيب لما قامت الحرب دي كانت نتيجتها إيه؟ إن تم هزيمة الجيوش العربية في هذه الحرب، واستيلاء اليهود على جميع فلسطين، اراضي فلسطين، ما عدا، ونركز في كلمه ما عدا، ما عدا قطاع غزه، ده بقى تحت اداره مصريه، والضفه الغربيه فيها قوات اردنيه، والقدس ظلت مقسمه ما بين اليهود والعرب. بعد حرب فلسطين دخلنا في مشكله تانية اسمها العدوان الثلاثي على مصر سنه 1956. وهنا نتكلم على اسبابه، هي ان حكومه الثوره اتفقت مع الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا، ان هي روسيا الاتحاد السوفيتي ده يزوده بالاسلحه والمعدات، وده علشان يواجه او تقدر ان هي تواجه اسرائيل والاعتداءات اللي بتعملها على الشعب الفلسطيني. وكمان عشان مصر كانت بتساعد حركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. واخر حاجه خالص تاميم شركه قناه السويس في يوليو عام 1956. لو نلاحظ ان كل سبب من دول بيواجه عدو من الاعداء اللي اشتركوا في العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي ده كان اسرائيل، وكمان كان بريطانيا، وكانت فرنسا. لو اسرائيل علشان الشعب عايز، الشعب المصري عايز يجيب اسلحه عشان يواجهه، الانجليز عشان تم تاميم قناه السويس، فرنسا علشان مصر بتساعد الجزائر للحصول على استقلالها. كده احنا عرفنا ليه الثلاث دول فكروا ان هم يعملوا عدوان على مصر. طب ايه النتائج اللي ترتبت على العدوان ده؟ انه فشل العدوان الثلاثي برغم ان هم ثلاث دول اقوياء جدا. هنا نسال نفسنا سؤال، ايه اسباب فشل العدوان الثلاثي على مصر؟ هنتكلم على المقاومه الباسله من الشعب المصري والجيش وصلابه القيادات، ده اول دور. ثاني دور، وقوف الشعوب العربيه الى جانب مصر. ثلاثه، تهديد الاتحاد السوفيتي بانه هيتدخل عسكريا علشان يوقف العدوان على مصر. طيب أربعة، رفض الولايات المتحدة استخدام القوة في حل النزاعات، وأخيرا تنديد الأمم المتحدة بالعدوان. طيب بعد ما فشل العدوان الثلاثي سكتوا؟ لا طبعا، هنا نتكلم على العدوان الإسرائيلي اللي قام
يوم 5 يونيو 67. أسبابه هي رغبة إسرائيل في إن هي تقضي على قوة مصر، وعشان تستدرج الدول العربية في إن هي تدخل معاها في حروب، وإحنا عارفين إن الدول العربية في الوقت ده هي غير مستعدة خالص لإن هي تدخل حروب مع إسرائيل. نتائج العدوان ده إحنا بنسميه النكسة، هي إن إسرائيل استطاعت الاستيلاء على قطاع غزة والقدس العربية والضفة الغربية لنهر الأردن، وكمان احتلت سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس في مصر، واحتلت هضبة الجولان في سوريا. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ هنقول اني تدخل هنا مجلس الامن بقرار تم اصداره، قرار 242 في نوفمبر 67، وبيتكلم القرار ده عن مجموعة من النصوص: انهاء حالة الحرب بين اسرائيل والعرب، احترام سياسة سيادة دول المنطقة على أراضيها، انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها 67، حرية الملاحة في الممرات الدولية 5، إنشاء مناطق منزوعة السلاح. قبلت مصر أكيد قرار مجلس الأمن بقرار 242، لكن من المنطقي جدا إن إسرائيل هترفضه وامتنعت عن التنفيذ ولم تنسحب من الأراضي اللي احتلتها. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ هنتكلم إني بدأ المصريين يعملوا إعادة لقواتهم المسلحة. طيب مرت المرحلة دي بحاجتين، أول حاجة المرحلة الأولى بنسميها الصمود والتصدي، والمرحلة الثانية بنسميها حرب الاستنزاف. طب إيه مرحلة الصمود والتصدي وإيه مظاهر اللي حصلت فيها؟ أول حاجة مرحلة الصمود والتصدي دي بتنقسم لحاجتين، اللي هي معركة رأس العش اللي فيها نجحت القوات المصرية من إن هي تهزم القوات الإسرائيلية عند حتة اسمها رأس العش، ومنعتها من إن هي تحتل بور فؤاد. طيب تاني حاجة في المرحلة الأولى هي إن استطاعت مصر تدمير المدمرة البحرية الإسرائيلية إيلات عن طريق الصواريخ البحرية المصرية. الكلام ده كان في أكتوبر 67. طيب ناخد بقى المرحلة الثانية اللي هي حروب الاستنزاف، ودي امتدت من 1969 لغاية 1970. في المرحلة دي نجحت مصر في إن هي تبني حائط اسمه حائط الصواريخ على الضفة الغربية. هنا نسأل سؤال، إيه لازمة بناء حائط الصواريخ اللي على الضفة الغربية للقناة السويس؟ هنقول لمنع اختراق الطائرات الإسرائيلية سماء مصر أو الأجواء المصرية. طيب تاني حاجة هنقول وصلت المدفعية المصرية إن هي تقذف خط بارليف اللي هو الحصن اللي كانت عاملاه إسرائيل عشان إحنا ما نقدرش نعدلها، وتحصيناته طول خط قناة السويس. وده خلى الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تتدخل بسرعة بقيادة روجرز، وعملت مبادرة باسمه اللي هي اسمها مبادرة روجرز وزير داخليتها. طيب نسأل بما تفسر ليه عملنا مبادرة روجرز، وده لوقف إطلاق النار والتمهيد لحل النزاع سلميا. طيب بعد كده نتكلم يعني ايه حروب الاستنزاف. ده من التعريفات المهمه، هي استنزاف طاقات العدو الاسرائيلي في سيناء، ان انا افضل احاربه فاخلص في طاقته وفي موارده. طيب هنتكلم على احوال مصر اثناء حرب الاستنزاف. في الاوقات دي توفي الرئيس جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970 بعد كفاح كبير جدا علشان ينال او يخلي مصر تاخد استقلالها. بعد كده تولى من بعديه محمد انور السادات، وبدأت مصر مرحلة جديدة مع مواجهة إسرائيل وهي حرب أكتوبر. نتنقل للدرس اللي بعد كده، حرب أكتوبر عام 1973 اللي قامت في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان. أسبابها هي إن إسرائيل رفضت نداءات السلام، مش عايزة تستجيب إن إحنا نحل مشاكلنا وديا. وتاني حاجة رفضها لمجلس قرار مجلس الأمن 242 إن هي تنسحب من الأراضي اللي احتلتها، وتصميم الجانب المصري والسوري على إزالة آثار النكسة سنة 1967. بعد الأسباب تعالوا نتكلم على الاستعدادات. لو جينا نتكلم على الاستعدادات، كان في تهيئة وإعدادات من الجبهة الخارجية العربية، ده عن طريق إيه؟ الاستفادة من جميع موارد وإمكانيات العربية المتاحة، وتصفيات الخلافات العربية وتوحيد الصف العربي، إن العرب يبقوا متحدين ويزيلوا اختلافاتهم ومشاكلهم، وإيه ويزودوا الدول المتعرضة للاحتلال دي بالموارد اللي هم محتاجينها. طب لو جينا نتكلم على الجبهة الداخلية بقى، الأحوال الداخلية هي رفع الرقابة عن الصحف، إصدار دستور جديد اللي هو دستور البلاد الدائم عام 1971، إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات، القضاء على مراكز القوة، تجهيز الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة وتدريبه كمان. طيب عن أحداث حرب أكتوبر هنتكلم إن الضربة الجوية اللي عملها محمد حسني مبارك
والنيران المدفعية لعبور الدبابات والمدرعات وآليات العسكرية بمختلف أنواعها كانت هي البداية. بعد كده هنتكلم على إن الجبهة المصرية والجبهة السورية كانوا بيحاربوا في نفس الوقت. نجح الجيش المصري في تدمير خط بارليف اللي هو الخط الدفاعي اللي كانت عاملاه إسرائيل اللي هو أسطورة إسرائيل في 6 ساعات. في نفس الوقت ده بدأت سوريا كمان تهاجم عن طريق الطيارات السورية الحصن اللي كانت عاملاه إسرائيل عندها اللي هو خط ألون في هضبة الجولان. طيب لو جينا نتكلم على النتائج والدروس المستفادة من حرب أكتوبر، أول حاجة إن هي تعد نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي. تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، لأن إسرائيل كانت واخدة مقلب في نفسها من كثرة التحصينات اللي هي عاملاها. رقم 3، تقويض أسس العقيدة القتالية للقوات الإسرائيلية. ما انتوش أقوى حاجة. رقم 4، انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلي، لأن إحنا ضربنا الأمن عنده انهيار الخطوط الدفاعية والتحصينات القوية مثل خط بارليف. 5، إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب. 6، أظهرت حرب أكتوبر أهمية استخدام سلاح البترول العربي، وهنا لأن العرب امتنعوا عن إن هم يصدروا البترول للولايات المتحدة الأمريكية. رقم 7، أثرت حرب أكتوبر في العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول المحبة للسلام في آسيا وأفريقيا وأوروبا. طيب تعالوا هنا نتكلم على دور الدول العربية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في حرب أكتوبر. تعالوا نعملها مقارنة كده، الدعم العربي لمصر وسوريا ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل. هنلاقي إن الدول العربية دعمت سوريا وإسرائيل في جميع جوانب. لو جينا نتكلم على الدعم العسكري، قدمت بعض الدول العربية دعم عسكري للدولتين دول زي العراق والجزائر وليبيا والأردن والمغرب والسعودية والسودان والكويت وتونس. أما بقى لو جينا نتكلم على الدعم المادي، فهنلاقي إن الدول العربية حصلت على الدعم المادي من السعودية والجزائر والإمارات. كمان في حاجة بقى كانت أنا من وجهة نظري إن هي من أهم الحاجات اللي حصلت في الحرب دي، هي إن وزراء النفط العربي عملوا اجتماع في المنظمة الخاصة بالبترول ودي مقرها الكويت، وعملوا على خفض إنتاج البترول، وتاني حاجة حظر تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية، وده بسبب مساعدة الولايات الأمريكية إسرائيل. وهنا نتكلم ان الرئيس الامريكي لما شاف كده بدأ ان هو يبعت عفوا، وهنا يجي لنا سؤال ليه حظرنا التصدير، بما تفسر بسبب تقديم الرئيس الامريكي مساعدات عاجله لمين؟ لاسرائيل. طب تعالوا هنا نتكلم على الدعم الولايات المتحده لاسرائيل. هنتكلم اول حاجه على الدعم العسكري، وهنا الولايات المتحده الامريكيه كانت بتبعت او كانت عامله جسر جوي ما بينها وما بين اسرائيل، بتبعت لها الدعم العسكري. كمان الولايات المتحده الامريكيه عملت دور زياده شويه، بقت عامله زي بتقدم معلومات استخباراتيه لاسرائيل، ودي كانت السبب في حدوث احداث ثغره الدفرس وار. اما بالنسبه للدعم المادي، فامريكا ادت لاسرائيل مساعدات ماليه ضخمه وكبيره جدا وعاجله. طيب هنا هنتكلم على قرار مجلس الأمن رقم 338 اللي تم إصداره سنة 1973. هنا تدخلت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وأصدروا هذا القرار اللي مضمونه بيقول وقف جميع أعمال الحربية بدءا من 22 أكتوبر، وبعدها تبدأ المباحثات نعمل مفاوضات بين الطرفين، الجانب المصري والجانب الإسرائيلي. هنا نتنقل للدرس اللي بعد كده، مصر والنزاع العربي الإسرائيلي. لو جينا نتكلم عنه هنلاقي إن مصر صارت في مجموعة من الخطوات علشان تنهي الصراع العربي الإسرائيلي. بدأنا بالحرب، تعالوا نشوف السلام. هنا هنلاقي إن الرئيس السادات عمل مبادرة بزيارة إسرائيل علشان ينشر السلام، فزار تل أبيب عام 1977 ونادى بالسلام لجميع الشعوب مش بس مصر، ونتج عن ذلك قبول إسرائيل للتفاوض حول قضية احتلالها للبلاد العربية بشكل عام وإقامة دولة فلسطينية. طيب تاني حاجة هنتكلم على برضو مصر شاركت في مؤتمر اسمه مؤتمر كامب ديفيد في سبتمبر عام 1978، ودعا الرئيس الامريكي جيمي كارتر في 5 سبتمبر عام 1978 انور السادات وبيجن، ده رئيس الوزراء الاسرائيلي، في كامب ديفيد في الولايات المتحده، ونتج عن ذلك التوصل الى اطار اتفاق بين الطرفين. يبقى نتيجه كامب ديفيد ان الطرفين وصلوا لاتفاق. طيب بعد كده هنتكلم على معاهده السلام اللي كان 26 مارس عام 1979 بين مصر واسرائيل، وكان الراعي ليها هي الولايات المتحده الامريكيه. نصت هذه المعاهدة على إن إسرائيل هتنسحب كاملة من سيناء وإنهاء حالة
الحرب بين مصر واسرائيل ونحل المنازعات اللي ما بيننا سلميا، اقامه علاقات وديه بين الطرفين، احترام كل طرف ليه سياده واستقلال الاخر، وبعد كده هنتكلم على احترام حريه الملاحه الدوليه يقصد بيها هنا خليج العقبه او قناه السويس بشكل عام. ورقم 6 البدء في مفاوضات حول انشاء منطقه حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفه الغربيه وقطاع غزه، واخيرا التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن عام برقم 242. هنتكلم ان بالفعل بدات اسرائيل تنسحب من مصر، لكن حصلت مشكله. حصلت مشكله ان هي انسحبت من سيناء كلها ما عدا منطقه طابا، وهنا بسبب اختلاف علامات الحدوديه، كان في علامات حدوديه مختلفه، فهنا اسرائيل ما خرجتش من طابا. هنا مصر لجات للجوء الدولي علشان تحكم او تفصل ما بينهم هما الاثنين في 25 ابريل عام 1982. طيب نتيجه اللجوء مصر اللجوء الدولي لمصر لاستعاده طابا، النتائج بتاعتها ان لجأ الطرفين الى محكمه العدل الدوليه، واللي من خلالها تم اصدار قرار بان طابا ترجع تاني لمصر. هنتكلم برضو على ان مصر شاركت في مؤتمر اسمه مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991، وكان هذا المؤتمر برعاية برضو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في عاصمة الهيرية مدريد، دي عاصمة أسبانيا. ودعا المؤتمر ده ان نحل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس الأرض مقابل السلام، لو انت عايز السلام اديني الأرض اللي انت خدتها، وتنفيذ لقرارات مجلس الأمن اللي هو 242 338 و425. آخر حاجة اتفاقية أوسلو عام 1993، ودي حدثت مفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو عاصمة النرويج، وتم توقيع الاتفاقية دي في سبتمبر بمدينة واشنطن عام 1993. طيب موقف مصر من اتفاقية أوسلو أيدتها جدا، وأيدت أي اتفاق ينص على تحرير الأراضي العربية من الاحتلال. مزايا تحقيق السلام بين مصر والوطن العربي ككل وبين إسرائيل، إيه أهمية السلام بشكل عام؟ أهمية السلام حاجات كتير. أول حاجة إن هو بيخلق الاستقرار الداخلي للبلاد العربية، بيزود النمو الاقتصادي والاجتماعي وموارد البلاد، بيساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وغيرها من الدول العربية، بينشط السياحة في الوطن العربي. تعالوا نتنقل لدرس آخر وهو ثورة 25 يناير ونتكلم عن تفاصيلها. بما تفسر تعتبر ثورة 25 يناير من الثورات الفريدة في التاريخ، ليه؟ لأن الثورة دي السبب فيها أو سبب في نجاحها هي دور التكنولوجيا المطورة، ساهمت في اندلاعها زي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. تعالوا نتكلم على أسبابها. كان ليها مجموعة من الأسباب، هي تدهور الأحوال الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي دون ضوابط، سوء الأحوال الاجتماعية، سوء الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، استمرار العمل بقانون الطوارئ، تزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب 2010. طيب بعد ما خدنا أسبابها يلا نتكلم على أحداثها. إيه اللي حصل؟ إني بدأت في دعوة قامت على الفيسبوك 25 يوم 25 يناير، الشباب ينزل للاحتجاج والتظاهر السلمي. بدأ الناس أو الشباب ينزلوا في الميادين العامة زي ميدان التحرير في القاهرة وفي ميادين الإسكندرية والسويس والمنصورة وغيرها من الأماكن علشان يتظاهروا. استمرت الثورة 18 يوم بتطالب بمطالبها بأشكال وصور مختلفة. خلال ال 18 يوم حدثت مجموعة من الحاجات، حدث اضطراب وانفلات أمني، وده جعل الشعب المصري يعمل حاجة اسمها اللجان الشعبية علشان يحمي الشوارع والحارات والميادين. هنا اضطرينا ان احنا او القوات المسلحه اضطرت ان هي تنزل ونستعين بيها علشان نحافظ على الامن العام. موقف النظام من اللي حصل ده او من غضب المتظاهرين، بدا ان هو رئيس الجمهوريه محمد حسني مبارك بدا ان هو يفوض صلاحياته الى نائبه، وبدانا ان احنا نفكر في تشكيل حكومه جديده. طب ايه راي الثوار من الحاجات اللي عرضها الرئيس؟ هنقول ان هو لم يمنع هذا من استمرار المظاهرات، بل طلبوا برحيله واسقاط النظام تماما. ايه اللي حصل بعد كده او نتائج الثوره؟ هنقول ان تخلى مبارك عن الرئاسه يوم الجمعه 11 نوفمبر 2011، وتسليم الاداره شؤون البلاد للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. خرجت الملايين من الجماهير تحتفل بهذا الحدث. طيب تعالوا نتكلم على ثورة تانية قامت برضو من الثورات المهمة جدا، اللي هي ثورة 30 يونيو عام 2013.
الثورة دي أسبابها كانت برضو استمرار سوء الأحوال الاقتصادية، وإن الحكومة الجديدة اللي جت لم تقدم حلولا للمشكلات اللي عانى منها الشعب وخصوصا العدالة الاجتماعية. نتنقل لتاني عنصر اللي هو أحداث الثورة. أحداث الثورة خرج عدد كبير جدا إلى الميادين العامة في 30 يونيو 2013 علشان يعبروا عن رأيهم، وحفاظا على الامن العام تدخلت القوات المسلحه ودعت ان طرفين لابد من ايجاد صيغه تفاهم ما بينهم، وجعلت ان في اسبوع يحلوا فيه مشاكلهم. رفض مرسي ان هو الرئيس اللي كان موجود في الوقت ده، الرئيس محمد مرسي رفض الاستجابه لمطالب الشعب اللي هو اجراء انتخابات رئاسيه مبكره. في نفس الوقت رفض كمان قوى المعارضه دعوته للحوار السياسي. هنا نتنقل لنتائج الثوره. طيب رسيت على ايه الثوره دي؟ رسيت ان تم عزل مرسي 13 يوليو عام 2013 وتسلم السلطه المستشار عدلي منصور. اصدرنا دستور جديد في يناير 2014، واخر حاجه تم اجراء انتخابات رئاسيه وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتنقل للوحده الرابعه واخر درس عندنا، هو الحياه النيابيه والحزبيه ودور المراه في العمل الوطني. أول حاجة هنبدأ بما المقصود بالحياة النيابية، وده تعريف مهم جدا، هو قيام الشعب باتخاذ ممثلين عنه لإدارة شؤون الحكم في البلاد وسن القوانين ومراقبة أعمال الحكومة نيابة عنه. طيب قبل الاحتلال البريطاني إيه أشكال الحياة النيابية؟ هنقول في عهد محمد علي كان في العديد من المجالس، لكن كانت مجالس سورية زي مجلس الشورى ومجلس النواب. طب في عهد الخديوي إسماعيل كان في مجلس شورى النواب. اما بقى في عهد الاحتلال البريطاني كان في مرحلتين، المرحله الاولى من 1882 ل 1914 تم انشاء عده مجالس نيابيه زي مجلس شورى القوانين، الجمعيه العموميه، الجمعيه التشريعيه. في المرحله الثانيه بقى في مجلسين اللي هو مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بعد ثوره 23 يوليو عام 1952 هنا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم الغاء دستور 1923 واصدار دستور عام 1956. في عهد محمد أنور السادات تم إصدار الدستور الدائم عام 1971، أما في عهد الرئيس محمد حسني مبارك تم إصدار الدستور الدائم عام 1971. تطور دور المرأة في العمل الوطني هو هنتكلم ما قبل ثورة 19. في عهد الخديوي إسماعيل استجاب لطلب رفاعة الطهطاوي بإنشاء مدرسة لأول مدرسة للبنات عام 1873. أسهمت المرأة في تأسيس صحافة نسائية تدافع عن حقوقها ومكانتها وتتبنى القضايا مثل مجلة الريحانة اللي أصدرتها جميلة حافظ وبعد كده تحولت إلى جريدة. ما بعد ثورة 19 حتى 23 يوليو عام 1952 شاركت المرأة في العديد من المظاهرات بعد نفي سعد زغلول وتشكيل لجنة الوفد المركزية للسيدات وانتخاب هدى شعراوي لأن هي تكون الرئيسة بتاعتها. والتحقت المرأة كمان بالجامعة المصرية عام 1928. أما مرحلة ما بعد ثورة 23 يوليو حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشح في دستور عام 1956. حصلت كمان على مناصب وزارية زي حكمة أبو زيد أول وزيرة للشؤون الاجتماعية عام 1962. شاركت المرأة في الحياة النيابية مثل الدكتورة آمال عثمان، ودي شغلت منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. تعالوا بقى نتنقل هنا لأهم الأسئلة اللي موجودة عندنا، وهنبدأ بما المقصود. ما المقصود بعدم الانحياز؟ ده تعريف مهم، هو عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية. الانتداب، ما المقصود بالانتداب؟ نظام وضعته عصبة الأمم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وهو شكل من أشكال الاستعمار، بموجبه يتم وضع الدول التي كانت تابعة للدولة المنهزمة تحت إدارة دولة متقدمة للنهوض بها. خط بارليف، ايه هو المقصود بيه؟ خط عسكري منيع حطمته القوات المصريه في حرب اكتوبر 73. خط قالون ده خط دفاع اسرائيلي بس ده على هضبه الجولان، وبيشبه خط بارليف اللي كان على الجبهه المصريه. اللجان الشعبيه، ده تشكيل تكون من افراد المجتمع المصري، اسبابه او ليه عملناها لحمايه المنشات والمناطق المحيطه بهم ومواجهه اعمال السرقه والحرق والترويع. الضباط الاحرار، ما المقصود بيه؟ مجموعة من الضباط الجيش المصري أقاموا ثورة 23 يوليو 52 للقضاء على الفساد وتحرير واستقلال الوطن من الاحتلال البريطاني. الحياة النيابية هي أن يقوم الشعب بانتخاب ممثلين عنه لإدارة شؤون الحكم في البلاد وسن القوانين. بعد ما تعرفنا على سؤال من أهم الأسئلة اللي بيجي لنا في منهج التاريخ اللي هو ما المقصود،
يلا بينا نتعرف على سؤال تاني من الأسئلة الوارد تجينا في الامتحان. يجي سؤال يقول لي اكتب عملا واحدا لكل من، أو يجيب لي مجموعة من الأعمال ويقول لي مين اللي قام بيها. تعالوا نتعرف مع بعض على مجموعة من هذه الشخصيات. أول حاجة كلمنا عنها كان الملك فاروق. مين الملك فاروق؟ ده كان ملك مصر اللي تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني بعد ما قامت ثورة 23 يوليو 1952. طب هنتكلم على محمد نجيب وهنقول ان هو اول رئيس لجمهورية مصر العربية من يونيو 1952 وحتى نوفمبر عام 1954. برضو اتكلمنا عن الرئيس جمال عبد الناصر وقلنا ان هو زعيم الضباط الاحرار وتولى رئاسة مصر بعد محمد نجيب. اما عن محمد انور السادات فده اعماله كتيرة جدا، هو اللي اذاع بيان الثورة عام 1952، تولى رئاسة مصر بعد جمال عبد الناصر، أصدر الدستور الدائم عام 1971، أعطى إشارة بدء أكتوبر عام 1972، وقع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وتم اغتياله في 6 أكتوبر عام 1981. بعديه على طول هنتكلم عن الرئيس محمد حسني مبارك اللي تولى الرئاسة عام 1981 وعمل تعديلات دستورية، التعديلات دي كانت بتهدف إلى مشروع التوريث، وهنا ده كان السبب اللي قامت عليه ثورة 25 يناير 2011 وبعدها تخلى عن الرئاسة. اتكلمنا عن عدلي منصور وقلنا ان هو رئيس المحكمة الدستورية واللي تسلم سلطة حكم مصر بعد ما تم عزل الرئيس محمد مرسي 2013. وعد بلفور او مين هو بلفور؟ بلفور ده هو رئيس الخارجية البريطاني واصدر وعد بينص على ان بريطانيا هتتعهد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. روجرز، مين هو روجرز؟ ده هيبقى وزير الخارجية الأمريكي اللي قدم مبادرة باسمه مبادرة روجرز، وكانت أهمية مبادرة روجرز اللي هي وقف إطلاق النار أثناء أو بعد حروب الاستنزاف علشان نحل الخلاف سلميا بدلا من العنف والحروب. أما بالنسبة للفريق أول عبد المنعم رياض فده واحد من أهم القادة اللي شاركوا في الحرب العالمية الثانية وكمان حرب فلسطين والعدوان الثلاثي، وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف، أحد الأعمدة اللي اعتمد عليها عبد الناصر في إن هو يقوم بناء القوات المسلحة في حرب الاستنزاف ويعتبر من أهم وأشهر شهدائها. أما المشير أحمد إسماعيل فهنتكلم إن هو وزير الحربية وقائد القوات المسلحة ومدير المخابرات العامة أثناء حرب أكتوبر، تولى القيادة العامة الاتحادية للقوات المصرية السورية بدقة ومهارة عالية، قاد خطة الخداع لصرف أنظار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية اللي هتعملها مصر في حرب أكتوبر، وآخر حاجة حصل على وسام نجمة سيناء وهو أعلى الأوسمة العسكرية. آخر حد هنتكلم عليه هو الفريق سعد الدين الشاذلي، وده برضو ليه مجموعة من الأعمال، هو إن اختاروا السادات ليكون رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة عام 1971، شارك في تطوير القوات المسلحة، وضع خطة لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، وهو اللي قام بتنفيذها عام 1973، تم تكريمه في ذكرى ال 39 من نصر أكتوبر وأدينا له قلادة النيل العظمى. سؤال تاني من الأسئلة اللي مستحيل يجي امتحان من غيرها، بما تفسر؟ بما تفسر موافقة الملك فاروق على مطالب قادة ثورة يوليو؟ ليه؟ لأنه أدرك إن الجيش والشعب بيكرهين حكمه وإن بريطانيا أو الإنجليز اتخلت عنه. يعتبر شهر أكتوبر عام 1954 حدثا مهما في تاريخ مصر، ليه؟ لأن تم فيه توقيع اتفاقية جلاء الإنجليز عن مصر بعد احتلال دام 74 عام. سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر عقب حادث فبراير عام 1942، ده بسبب تدخل انجلترا واجبرت الملك فاروق ساعتها على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين ده بسبب عدم الاستعداد العربي ومساندة الولايات المتحدة الامريكية الى اسرائيل. فساد النظام الملكي قبل ثورة 1952 ده بسبب ان كان في استبداد بالحكم وانتشار الرشاوي، ودي كانت اكبر خطر تسببت فيه هي صفقة الأسلحة الفاسدة. رقم 6، زيادة الصراع على الحكم في عصر الملك فاروق، ايه الاسباب اللي كانت بتؤدي الى دي؟ هنقول بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني وفساد النظام الملكي وفساد الاحزاب السياسية. طيب قيام ثورة
يوليو عام 1952. اسبابها ايه؟ دي اسبابها كتيره جدا، وكل سبب جواه شرح كبير. عندي 6 اسباب: هو استمرار الاحتلال وتدخله في شؤون مصر، هزيمه مصر في حرب 48، فساد النظام الملكي واستبداد الملك فاروق، تدهور الاحوال الاقتصاديه، سوء الاحوال الاجتماعيه، عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. طيب سؤال تاني من الأسئلة: أهمية فلسطين لكل عربي. يا ريت السؤال ده يجي ما أسهله. هنقول إن في فلسطين ولد فيها السيد المسيح، وأسرى الرسول الكريم إلى المسجد الأقصى، كمان بيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين. طيب لو جينا نتكلم على قيام العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، هنا هنقول إن ده 3 دول، يعني عندي 3 أسباب. كل دولة شاركت في العدوان ده كان ليها سبب. أول حاجة تأميم قناة السويس، وده اللي كان مزعل إنجلترا. مساندة مصر للثورة الجزائرية، وده اللي كان مزعل فرنسا. عقد مصر صفقة الأسلحة الشرقية، وإن الاتحاد السوفيتي مدها بالأسلحة عشان تقدر إن هي تواجه بيها إسرائيل، ده اللي كان مزعل إسرائيل منها. طيب إيه نتيجة العدوان الثلاثي ده؟ فشل. ده سؤال تاني: مما تفسر فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956؟ ده بسبب تمديد الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالعدوان، مش عايزينه، تهديد الاتحاد السوفيتي بأنه هيتدخل عسكريا، وقوف الشعوب العربية بجانب بعضها، المقاومة الباسلة من الجيش والشعب، رفض الولايات المتحدة لاستخدام القوة في حل النزاعات. سؤال رقم 11: وقوف مصر بجانب سوريا ضد الاعتداءات الإسرائيلية عام 1967، ليه؟ بسبب تطبيق اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا اللي تم توقيعها عام 1958. إغلاق مصر لخليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية، ده لإحكام الحصار الاقتصادي على إسرائيل. طيب نجاح إسرائيل في ضرب المطارات المصرية عام 1967، لازم هنا نكمل عن إن سبب نجاح إسرائيل هو عنصر المفاجأة. إنشاء مصر حائط الصواريخ على الضفة الغربية بعد حرب عام 1967، ليه؟ علشان تمنع اختراق السفن، عشان تمنع اختراق طائرات الإسرائيلية إن هي تعدي في سماء مصر. من الأسئلة المهمة كمان: هزيمة الدول العربية في 5 يونيو 67، اللي احنا بنسميها النكسة، ليه الدول العربية هزمت؟ ده بسبب حاجات كتيرة: أول حاجة التفوق العسكري الإسرائيلي، وخصوصا في سلاح الطيران أو الجو، استخدام عنصر المفاجأة، إن الجانب المصري كان عنده نقص تدريب وعدم توافر الأسلحة الحديثة، إن كان بيساعد إسرائيل عنصر قوي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت بتساعده عسكريا واقتصاديا وبتدعمه كمان سياسيا. طيب رقم 16: تقديم الولايات المتحدة مبادرة روجرز أثناء حرب الاستنزاف، هنا علشان يخلي مصر توقف اطلاق النار وتمهد ان هي تحل النزاع ما بينها وما بين اسرائيل بشكل سلمي بعيدا عن الحروب. قيام حرب اكتوبر ده كان سببها ان اسرائيل لم تستجيب لمطالبات السلام، ولم تستجيب لقرار مجلس الامن 242 بان هي تسلم الاراضي اللي احتلتها، وكمان كان الجانب المصري والسوري مصرين على ان هم يزيلوا اثار النكسه. 18: تكريم المشير اسماعيل بأعلى الأوسمة العسكرية نظرا لما قام به من دور عظيم في نصر أكتوبر. زيارة الرئيس محمد أنور السادات في القدس دي بسبب إن هو بيقدم مبادرات السلام لحل الصراع العربي الإسرائيلي بشكل سلمي بعيدا عن الحلول العسكرية. يعد يوم 25 ابريل عام 1982، ده من التواريخ المهمه جدا 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 في تاريخ مصر، وده بسبب الانسحاب الكامل لاسرائيل من سيناء باستثناء طابا. طيب عايزين نتكلم على اهميه اتفاقيه اوسلو عام 1993، هي ان هي اعطت الفلسطينيين ان هم يحكموا حكما ذاتيا على الضفه الغربيه وقطاع غزه، ومصر ايدت الفكره دي كويس جدا. طيب لم تكن ثورة 25 يناير وليدة اللحظة، ده لأن سبقها احتجاجات كبيرة جدا من الناس ضد النظام وفساده. 23: تدهور الأحوال الاقتصادية قبل ثورة 25 يناير، إيه سببها؟ سببها إن اتباع سياسة الانفتاح دون ضوابط علمية، تطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة بأقل من ثمنها لصالح مجموعة من رجال الأعمال، كل الحاجات دي أدت إلى سوء الأحوال الاقتصادية. طيب رقم 24: تدهور الأحوال الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير، ليه الأحوال الاجتماعية ما كانتش حلوة؟ ده بسبب إن كان في فوارق كبيرة جدا بين طبقات المجتمع، وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات. تشكيل الشعب ليه لجان شعبية، ده طبيعي جدا عشان يحمي منشآته ومواجهة أعمال السرقة والنهب بسبب غياب الأمن. اندلاع ثورة 30 يوليو 2013، ده بسبب استمرار سوء الأحوال الاقتصادية وعدم تحقيق السياسات الجديد أو الحكومة الجديدة، ما سياستها ما حققتش أو ما حلتش المشاكل اللي كان بيعاني منها الشعب.
الخديوي اسماعيل هو بدايه لتعليم البنات، لانه انشا اول مدرسه للبنات اللي هي مدرسه السريه. طيب تعالوا ناخد شكل تاني من الاسئله اللي برضه مستحيل يجي امتحان من غيره. ما النتائج المترتبه على توقيع معاهده عام 1936؟ جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالميه الثانيه، استنزفت بريطانيا جميع موارد مصر، كل الحاجات دي ادت الى سوء الاحوال الاجتماعيه وكمان الاقتصاديه في مصر. اتنين، ظاهرة الإقطاع قبل 1952 النتيجة اللي ترتبت عليها أدت إلى سوء توزيع الأراضي الزراعية، فجعلت فئة معينة هي اللي بتمتلك وفئة أخرى بتعمل وهي معرضة للاستبداد، وده ساعد على انتشار الفقر والجهل والمرض. اهتمام ثورة 23 يوليو بالمرأة النتيجة اللي ترتبت على كده أدى إلى ترشيحها في مجلس الأمة وتوليها المناصب القيادية في الدولة. قيام ثورة 23 يوليو في المجال الدولي، هنا هقف شوية هقول لك ثورة 23 يوليو جميع نتائجها السياسية والاقتصادية والدولية وعلى النطاق العربي الأربعة مهمين، ولازم تعرف كل واحدة فيهم إيه البنود اللي تحتها. تيجي من النتائج، تيجي صح وغلط، تيجي دلل، تيجي حاجات كتيرة جدا لازم نكون من أكتر الحاجات اللي لازم نبقى بنركز عليها قوي في مذاكرتنا. على المجال الدولي هنقول إن هي ساندت تأييد حركات التحرر العربية، المساهمة في تشكيل حركة الانحياز، وهنا هأكد لك على أهمية التعريف ده. آخر حاجة، قصر احتكار السلاح العالمي. رقم أربعة، ثورة 23 يوليو في المجال السياسي أدت إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، تأميم قناة السويس، عقد اتفاقية الجلاء، إلغاء دستور 1923، حل الأحزاب السياسية، جلاء الإنجليز أخيرا عن مصر. طيب اهتمام ثورة 23 يوليو بالصناعة ده جزء من نتائجها الاقتصادية، وهنتكلم على الصناعة هنا تحديدا. هنتكلم أدت إلى إنشاء مصنع الحديد والصلب في حلوان، مصنع الأسمدة في أسوان، الاهتمام بالتعليم الصناعي والبحث والتنقيب عن البترول. آخر سؤال، تقسيم فلسطين عام 1900 عام 1947 النتيجة اللي ترتبت عليها؟ طبيعي رفض العرب لهذا التقسيم، رفضت إنجلترا التصويت وأعلنت انسحابها عام 14 أو يوم 14 مايو عام 1947، وهنعرف إن بعدها بيوم حصلت حاجة مهمة جدا. طيب تالت حاجة، قيام اليهود بعدة مجازر لطرد العرب زي مجازر دير ياسين. النتيجة اللي ترتبت على تطبيق الهدنة في حرب فلسطين عام 1948 أدت إلى خرق اليهود الهدنة، مما أدى إلى هزيمة العرب في نهاية الحرب. فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ده بسبب حاجات كتيرة جدا. أول حاجة، انسحاب القوات الإنجليزية أو النتيجة اللي ترتبت عليها، عفوا مش ما الأسباب، النتيجة اللي ترتبت عليها هي انسحبت القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد، انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وسيناء في يناير. أدركت الدول العربية خطورة الأطماع الإسرائيلية في إن هي عايزة تسيطر على العالم العربي. النتيجة اللي ترتبت على معركة رأس العش، المعركة دي من المعارك اللي قامت في مرحلة الصمود اللي الجيش المصري كان بيحاول يجمع ويستجمع قوته، أدت إلى فشل إسرائيل في إن هي تقتحم مدينة بور فؤاد أو إن هي تحتلها. النتائج اللي ترتبت على حرب الاستنزاف عام 1969 واللي استمرت سنة لغاية عام 1970، النتائج إن تقدم وزير الخارجية روجرز بمبادرة باسمه علشان يوقف الحرب ويحل مكانه السلام ويحل الخلافات والدين. طب ايه النتائج اللي ترتبت على المعارك الجوية بين الطيران السوري والطيران الإسرائيلي عام 1973؟ هنقول إن استطاع الطيران السوري تدمير الدفاع، خط الدفاع الإسرائيلي بالجولان اللي هو خط ألوي. معاهدة كامب ديفيد عام 1978 النتيجة اللي ترتبت عليها أدت إلى التوصل إلى إطار اتفاق بين مصر وإسرائيل. أخيرا، النتائج اللي ترتبت على إن إسرائيل انسحبت من سيناء 25 ابريل 1982، قلنا ده من التواريخ المهمه، ادت الى انسحاب اسرائيل من سيناء باستثناء طابا. ما النتائج المترتبه على التطبيق الغير سليم لسياسه الخصخصه؟ هنقول ادى الى ارتفاع الاسعار، خروج عدد كبير من الموظفين على سن المعاش المبكر، زياده البطاله، وكانت سبب رئيسي في قيام ثوره 25 يناير. ما النتائج المترتبه على تنحي مبارك عن الحكم 11 فبراير عام 2011؟ النتائج ان تسلم السلطة المجلس العسكري أمور الدولة إلى أن تقيم انتخابات مرة أخرى. صدور دستور عام 1923 ده أدى إلى إنشاء مجلسي النواب والشيوخ. ما النتائج المترتبة على صدور دستور عام 1956 بعد ثورة 52؟ أدى إلى إنشاء مجلس الأمة، وأخذت المرأة حقوق زي الترشح في البرلمان وحق تولي المناصب القيادية في الدولة. تعالوا نتنقل لأهم الأسئلة برضو اللي ممكن نشوفها، وهو دلل على صحة هذه العبارة.
اختلفت الكتابات والآراء حول ثورة 23 يوليو، دي أول معلومة اتكلمنا عنها في التاريخ، إن مجموعة من المؤرخين شافوا إن هي ليها أثر كبير جدا على حركات التحرر في الوطن العربي بشكل خاص وعلى العالم بشكل عام. ويرى البعض إنها لم تبدأ عندما سيطر قادة الثورة على قوات الجيش، على إن هو سيطر على الجيش والإذاعة، وإنما كانت نتيجة كفاح طويل جدا من الشعب ثار ضد الفساد والاحتلال وسوء الحكم. تعالوا نتنقل للسؤال الثاني. فساد النظام الملكي قبل ثورة 23 يوليو عام 1952، إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده إني استبد الملك فاروق على الناس اللي كانوا موجودين، وانتشار الرشاوي، وده حصل فيه أسلحة الفاسد. ايه الدليل على ان ثورة 23 يوليو اهتمت بالزراعة؟ عملنا السد العالي عشان يحمي مصر من خطر الفيضان، تخزين المياه وتوليد الكهرباء، التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. دلل على ثورة 23 يوليو كان ليها إنجازات في المجال الصناعي، اتكلمنا ان هي المجال الاجتماعي، اتكلمنا ان هي قضت على الإقطاع عن طريق ان هي أصدرت مجموعة من قوانين الإصلاح الزراعي، إقامة عدالة اجتماعية عن طريق إن إحنا عملنا مجانية التعليم، إصدار قوانين خاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، منح المرأة حق الانتخاب والترشح عام 1956. أيضا من الأسئلة المهمة اعتبار بريطانيا صانعة مشكلة فلسطين، وده أكيد بدأت لما تم إصدار تصريح بلفور عام 1917 بإن هو وعد إن هيساعد إن يكون فلسطين ليها وطن في إسرائيل، يكون ليها وطن في فلسطين. كمان أخذ مجموعة من الإجراءات عشان ينفذ وعده لما تم انتداب بريطانيا على فلسطين عام 1920، وفيها سمح بهجرة أعداد كبيرة جدا من اليهود وانتقال ملكية العديد من الأراضي من الفلسطينيين إلى اليهود عن طريق إن هم يشتروا. دلل على إن ساندت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في يونيو، في عدوان يونيو عام 1957، هنقول إن إسرائيل لما استخدمت عنصر المفاجأة في ضرب المطارات المصرية، ده كان بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لما بعتت لها أجهزة، أو لما بعتت لها معلومات نتجت عن أجهزة التجسس، إن هي تجسست على المواقع المصرية ونقلت لها المعلومات دي. ساندت الولايات المتحدة كمان إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا. طيب، من أهم الأسئلة برضو، أظهرت حرب أكتوبر عام 1973 أهمية التضامن العربي في مواجهة إسرائيل. هنقول ان هي قدمت بعض الدول العربيه الدعم المالي والعسكري لمصر وسوريا، وكمان في حاجه مهمه جدا، لما قرر وزراء النفط العربي ان هم يخفضوا انتاج البترول ويحظروا تصديره الى الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها ان هي اكتر داعم لاسرائيل. قدمت الولايات المتحده الامريكيه مساعدات لاسرائيل اثناء حرب اكتوبر، ايه الدليل على كده؟ هنقول ان هي اقامت جسرا قويا عشان تقدم مساعدات لاسرائيل، ادتهم مساعدات مالية ضخمة جدا، ادت لهم معلومات عسكرية، وساعدتهم في أحداث ثغرة الدفرس وار. طيب، بكده يا شباب أكون خلصت معاكم أهم المعلومات. عايزاكم تذاكروا كويس، تحلوا امتحانات كتير جدا، تقروا السؤال مرة واثنين وثلاثة بحيث إن إجابتك تبقى مظبوطة. مع تمنياتي ليكم بالنجاح والتفوق، وأشوفكم على خير إن شاء الله في المرحلة الجديدة اللي هي الثانوية.